أسماء ابنة الفنان المصري شريف منير علقت على حالة الجدل اللي أحدثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي بتحلق شعرها بماكينة الحلاقة أمام كل متابعيها. وصرحت أسماء وكشفت على أن هي أقدمت على فعلتها لأن شعرها كان يتساقط بكثافة، وأيضا أنه تضرر وأصبح غير صحي من كتر العمايل فضلا عن تأثير الغدة عليه. وصرحت وأكدت أسماء أنه قرار صعب جدا لكنه أشعرها بقوة وتفاؤل. ومن ضمن تصريحاتها أيضا أنها أكدت أني رميت ورايا حاجات كتير قوي بمجرد أني شلت شعري، قلبي كان بيدق جدا وبعديها حسيت أني مليانة أدرينالين. أيضا في تصريحاتها أكدت وقالت أنها خطوة جريئة ومرعبة بس حاسة أني طلع منها بدرس. أسماء أكدت أنها متأكدة من البعض هيهاجمها على هذه الخطوة ولكنها لن يشكل فارقا معها. أيضا أكدت الفنانة بأنه إحساسي بالراحة اللي أنا حساها دلوقتي هو المهم، عادي هيطول تاني بس الإحساس ده مش هحسه غير مرة، وبكرة هتشوفوا النتيجة الأخيرة إن شاء الله.